نحن نعلم ما هو برجك فقط من خلال الضغط على الفيديو، ونعلم مدى شوقك للإطلاع على حظك لعام 2019. ويمكننا القول بحسب موقع برجك في السنة الجديدة أن حظك سيكون مليئاً بالمفاجآت السارة وأخرى حزينة، وذلك بناء على قرارات مصيرية ستتخذها عما قريب. نحن موقنون بأنك تتابع باهتمام ما نقول، وموقنون أيضاً بأنك صدقت كل ما سبق، فهذه لازمة يكررها كل من يدعي الإطلاع على الغيب، وخبراء يزعمون قراءتهم للنجوم والكواكب وتأثيرها على حياتك الآنية والمستقبلية. يقوم علم التنجيم المزعوم منذ القدم على دراسة تحركات الكواكب والأجرام السماوية، ويدعي المنجمون أن هذه الحركات تؤثر مباشرة على الحياة فوق كوكب الأرض وعلى الإنسان تحديداً. علم التنجيم مرتبط بعلم الفلك الذي يدرس الكون والمجرات السماوية والكواكب، ولكن ليست هناك أي علاقة بينهما، فالتنجيم لا يعتمد على علم وإنما على دراسة تخمينية، هدفه تغييب العقل والتلاعب على العقل الباطن، ما يجعله مهيئا لحدوث الأمر المتوقع، وبالتالي سينتابك شعور بالقلق والكآبة، وستقنع نفسك بأن توقعات الأبراج كانت صادقة. لذا عليك من اليوم فصاعداً أن تعيش أيامك وسنوات عمرك دون الاكتراث لترهات المنجمين وأكاذيب الأبراج. فهل اقتنعت بعدم جدوى توقعات الأبراج؟ أم أنك تخالفنا الرأي؟